اليوم من بيتي على طريقتي، راني جيتكم راكم تشوفوا في صدر تاع الدجاج مقطع شرائح طويله. شرائح طويله يسمى، عارفين واش راح ندير؟ راح ندير لكم الشاورما. الشاورما على طريقتي انايا، واش ندير؟ ندير المعدنوس، نقصو ونكونجلي في سبوسارا وكي كشويه مكونجلي. عندي حبه تاع بصل كبيره ريحتها، ودوكا نسمي لكم لي زيبيس اللي راح نديرهم. نبداو، عندنا ملح، عندنا سكنجبير، عندنا ثوم، عندنا فلفل احمر حار، فلفل احمر حلو، عندنا لهنا كزبر مرحي، عندنا كركم، عندنا قرفه، عندنا فلفل اكحل، وعندنا كمون. القرفه تمد لذه جميله جدا لهذا الشاورما نتاعنا. نلوحوهم بالعقل فوق هذاك الخليط، يعني هذا المكونات هذو تاع لي زيبيس يمدوا نكهه جميله للقرفه. الكركم يعطي اللون الاصفر، وفلفل الكحل والملح. نديرو مغرف نتاع لاموطارد، نجيب المغرف الكبيره اللي درت بها الكزبر، ضفنا الكركم، نجيبو المغرف هذه نقيسو 5 مغارف تاع خل، ونخلطو كلش مع بعضاه، ندخلهم نخلطو كلش مع بعضاه مليح. يدخل هذا لي زيبيس والبصله والثوم يدخلوا مليح في الدجاج. الثوم راني درت 5 سنات، 5 فصوص تاع الثوم، نخلط مليح. ومن بعد نجيب بابي فيلم ونغطي هذا الخليط ونحطه في الفريجيدر على الاقل 4 سوايع. دركا راح نروحو نديرو الكسره اللي راح نديرو فيها الشاورما. خلطناهم مليح، نجيبو البابي فيلم ونغطيوه، ندخلوه قلنا 4 سوايع على الاقل الفريجيدار. ودركا نروحو نجيبو الطحين تاعنا ونديرو كيما نقولو حنا الكسره، او الناس اللي يقولو خبز الشاورما. انايا راح نعطيكم خبز منزلي تاع الشاورما. دركا الخبز تاع الشاورما واش نحتاجو؟ انا لهنا درت 5 كيسان نتاع فارينه، ندير لهم مغرف كبيره نتاع خميره ومغرف كبيره نتاع سكر، نزيد مغرف تاع ملح، نخلطهم وندير مغرف نتاع الزيت. كل كاس تاع فارينه يحتاج مغرف تاع الزيت. دركا هذو نخلطهم مليح، وعندي لهنا كاس ماء دافئ نلم به، مش نديرو على ضربه، نلوح بشوي بشوي نلمها، نديرها عجينه ونرجع لكم. انا نعجنتها ها هي، كي بقالي هذا من الكاس الثاني تاع الماء، يعني هذه شدات لي كاس، وهذا الطرف يعني اكثر من كاس ونص تاع ماء دافئ. دركا نغطيها ونخليها تختمر على الاقل نصف ساعه ونرجع لكم. نعاودو نكسروها، يعني ندخلو لها الهواء، ومن بعد نجمعوها ونقسموها الى لوزات، لوزوها كيما نقولو، نديرو حبيبات قد الحبه تاع المندرين. نقسموها نديرهم حبيبات، نجيبو طرشون نحطوه ونحطو الحبيبات هذوك. شحال نقسموهم؟ انا كيما هذه نخرج منها 8 كسرات خبزات. هو كي الخبز تاعنا نحطوهم دركا، نغطيهم حتى ما يرتاحوا شويه، ونجيبوا المقله ما نزيدو على الاقل 5 دقائق كي يرتاحوا، ولا 10 على حسب حراره المطبخ. ومن بعد نشعلوا البوال على المقله نتاعنا اللي تكون لازم تكون ثقيله، نسخنوها بعد نقصوا عليها ونوريكم كيفاه نطيبوه. لهنا بعد ما خمرت شويه نبداو نحلوها،
نجيبوا الحلال نحلوها نديروها مربعات دوائر صغيره ونحلوها مليح، يعني السمك تاعها يكون رقيق بزاف. نحلوهم كامل ونحطوهم ونبداو نحط المقله باش نبداو نقليو. نحلوها مليح ونحطوها ونخليوها كي تبيض نبداو نقلبو. هي دير غير فقاعات صغيره فقط، حنا نبداو نقلبوها. هاي بدات تنفخ، هاي بدات تنفخ. نحركوها ونقلبوها طول طون حتى تتنفخ كامل. ما هي كي كيفاه تتنفخ. هاي ما شاء الله قاعده تتنفخ، على قد ما نحركوها على قد ما تتنفخ اكثر. ما هي كي كيفاه تتنفخ ونحركو تزيد تتنفخ الجهه الاخرى ونكمل. جبت الخليط تاعي من الفريجيدار، نحيلو الساشي، نفرغو هذا الخليط أو شارب الماء تاعو، نفرغو غير شوية برشا قيس الفوال باش كي نحلوها نحلوها على الفوال، الفوال درنالو شوية زيت، شوية زيت باش ما يرجعش مقلي، كي شغل نشويوه. درنا في الشاورما ومنا راني نقليت البطاطا. دركا نعطيكم كيفاه كيطيبو هادو، نعطيكم كيفاه نفريسيهم. ما نبداو نديرو الشاورما تاعنا نعمروها، نهضر لكم على الخبز. الخبز هذا اللي طيبته، الخبز السوري، لازم نديرو له في ساشي ونغطوه باش يبقى هكا. ها هو كي كيتنفخ، ها هو الداخل كيفاه، ها هو رقيق. دركا نبداو تاعي نحطها في النص، نجيب لي فخيت، ندير حاجه قليله بركا. انا ما ندير لهم لا سلطه لا مايونيز في هذه، يعني كل واحد واش بغى. ندير لها هكا وهكا. انا عندي هذا الفخيتاز، عفوا هذا البانينوز اللي درتها لكم في مشترياتي، نديرها ونبدا نبريسي ونعتلكم. دركا راح ندير الدوزيام، ندير فيها المايونيز وندير فيها الهريسة وحتى ينطبقها ونبريسيها كيما الاخرى. فيها لي فخيت، قلنا ديما لي فريت ما نديروش حاجه كبيره، ندير شويه مايونيز حتى هو حاجه قليله، وندير الهريسة مايونيز وهريسة نعاودو نطبقوها ونبريسيها في هذه كيما الاولى. الطبق تاعنا هاو كيفاه جا الشاورما تاعنا بالخبز توست ولا الخبز تاع الشاورما، وهذا خبز عادي. ها درت به حتى هو درتو، ودرتو في البانينوز، حطينا شويه هريسه شويه مايونيز شويه فريت ومنها فلفل وطوماطيش، وهذا هو الطبق النهائي. شكرا لكم.